في الوقت الذي يواجه فيه تهمة التآمر ضد أمريكا على خلفية انتخابات 2020، جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشكيكه في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن. ترامب قال إن لديه دليلا قاطع على تزوير الانتخابات، واتهم النظام الأمريكي بأكمله بأنه كاذب ويعاني خلل، كما أضاف أن الادعاء العام الأمريكي غير مهتم بالعدالة ويتجاهل أدلة تزوير الانتخابات، لافتا إلى أن تزوير الانتخابات وقع بمقاطعة فولتون بولاية جورجيا. في المقابل وفي دليل على تلاعب ترامب، نقلت شبكة CNN عن مصادر قولها إن المدعين العامين في ولاية جورجيا يمتلكون وثائق تظهر تلاعب فريق ترامب بنتائج انتخابات 2020، وأن خرق النظام الانتخابي حدث في مقاطعة كوفي التي فاز فيها ترامب بحوالي 70% من الأصوات. وعقب إعلان خسارته في انتخابات 2020، اتهم ترامب إدارة البريد الأمريكية بالمسؤولية عن التلاعب بمئات الآلاف من أوراق الاقتراع، وأشار إلى أن الديمقراطيين تخلصوا من أعداد هائلة من بطاقات التصويت في الولايات المتأرجحة. ويعد الحديث حول ما يحق لترامب الكشف عنه علناً أحد المعارك التي تدور بين الفريق القانوني للرئيس السابق والمدعين الفيدراليين، حيث قررت قاضية اتحادية السماح للرئيس السابق بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستستخدم في محاكمته عن اتهامه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، قرار يتعارض مع اعتراضات المدعين الذين قالوا إنهم قلقون من احتمال أن يستخدم ترامب تفاصيل من الأدلة السرية لترهيب الشهود.